فكانت تجربة الحمد لله كويسة. بس رامي سعادة قريب من الإسلام في حاجة؟ اه الحقيقة في إيه في بقى؟ حاجات، في حاجات كتير الحس الفني بتاعه. في ال اه اه أيوه قول بقى، قريب في إيه انا بقى؟ والله ما كنتش عايز اجي عشان بس انا جيت عشان حضرتك ده خطير، خلي بالك لا من لا أولك والله نية هو سودة. أنا والله بقول العظيم، لك والله العظيم من أول الحلقة ده عشان تبقى أنت نفسه عارف. والله يخلص دكتور، عليا هو يا مرهف دكتور. زي الإسلام، حساس. لا يعني الوقسومة العاشق يعني؟ لا والله لا العظيم لا يا دكتور، لا مش خالص كده، لا مش لا كده، مش خالص. ملزق. طب خلص لا عليا. طب هي الحقيقة يعني والله مش كلام، عشان يعني احنا في برنامج، بس محمد عبد المعطي السنة دي كاتب حاجة لازم يكون حد فينا عدى بتجربة شبه دي. ده حقيقي. أنا عديت يمكن ب 15 تجربة. اتنين من دول يعني، يعني اتنين من دول يعني خلصوا خلاص يعني، كان زمان بس حصل. لا بص بص لك وانا كده، بقرا المشهد بص قاريك قاريك وعارف اللي هو فيها في حد ثلاثة يعرفهم وماسك لسانه بالعافية. أنا عايز أقول لك يعني وانا بقرا أنت المشهد، راجل سين. والله العظيم وانا بقرا المشهد انا قلت الكلام ده قبل كده، وفي حاجات اتقالت لي قبل كده. فهو شبه الناس يعني، شبه العلاقات دلوقتي.